الخامس عشر من شباط، صباح الأمل والتطلعات الجميلة مشاهدينا لأيام جميلة دوما بإذن الله. يسعد صباحك صفاء. يسعدها صباحها إسراء، صباح الخير لمشاهدينا وين ما كانوا عم بيشاهدونا. صباح نحمل معه ذكريات الطفولة، البراءة والعفوية بكل أشكالها. يعني واليوم للطفولة نصيب مهم من حلقتنا، حديثنا عن أهمية قصص الأطفال، وأيضا سنعرض تقرير لطيف عن سينما الأطفال. كما لدينا هاشتاج عن فيلم تنصحوا لحضوره للأطفال، شاركونا عبر هاشتاجنا على صفحة قناة دار الإيمان ومواضيع أخرى منوعة. كنوا بالقرب. واختتم معرض للمبدعين السوريين في مدينة إزمير التركية تحت عنوان الفن لا يعترف بالحدود، والذي تم فيه عرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس مأساة وآلام سوريا. هذا المعرض يعني نظم المعرض كل من جمعية التضامن مع اللاجئين السوريين ومجلس اللاجئين التابعة لمجلس مضافة المدينة في مركز صلاح الدين آل تشتشاك الثقافي، ودام لمدة 3 أيام. طبعا نشير أن جل الفنانين الذين عرضوا أعمالهم كانوا من الذين عاصروا الحرب في سوريا ونجوا من مأساتها، وقد حاولوا تجسيد كل هذه المعاناة في أعمالهم الفنية. جميلة هاي المعارض إسراء، يعني غير أنها بتوثق فعلا حقبة معينة في مرحلة معينة أو لمدينة معينة، أيضا تعمل على التفريغ النفسي سواء كان صحيح. للرسام أو حتى للأشخاص اللي بيرتادوا هذا المعرض، وتوصل الفكرة لجميع الناس ومن جميع الثقافات ومن جميع اللغات. صحيح. وهي يعني هاي أهم نقطة. وإلى اليمن الآن، حيث أعداد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق الحروب يفوق الآلاف بحسب إحصائيات رسمية. يعني غير أن الكثير من ذويهم يمتنعون للأسف عن إدخالهم إلى المدارس التي تعنى بهم خشية تعرضهم للأذى، يعني أو كون حالاتهم بالغة الصعوبة ولا يوجد من يحسن التعامل معها. صحيح. ومؤسسة رموز في مدينة المنصورة بعدن تعمل وبدعم من السلطة اليمنية ونشطاء من منظمات المجتمع المدني على اكتشاف الإبداع ومهارات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني بالإضافة إلى تقديم وسائل تعليمية مناسبة لتأهيلهم ودمجهم في المدارس الحكومية دون أن يشعر الطفل بنقص أو أنه دون زملائه أو أقل منهم ذكاء ومشاركة. تقوم المؤسسة بالبحث عن الحالات وتقييمها طبيا ونفسيا قبل الشروع بانتقالها من القسم الأكاديمي والبدء دروس الصف والتلقين والمقارنة. يعني بادرة جدا مهمة جميلة. وتدعم التكافل الاجتماعي يعني وتدعم المسؤولية. جميل صفاء أنه نعم. كل إنسان وكل فرد في المجتمع يشعر بالمسؤولية تجاه الآخر ولا ينتظر هذه المسؤولية من المسؤولين. صحيح. أو المراكز الحكومية. صحيح. وأيضا جميل إسراء عملية الدمج اللي عم بتصير عندهم. يعني هلأ أغلب التربويين بينادوا بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. مع الأشخاص الطبيعيين في نفس الصفوف، لكن قبل ذلك يسبقها مرحلة التأهيل. صحيح. وهذا اللي عم بيقوموا عليه في اليمن، فيعطيهم ألف عافية. والآن مشاهدينا إلى دبي،
حيث تعتزم مدينة دبي إطلاق أول مركبة جوية ذاتية القيادة في العالم قادرة على حمل شخص واحد مع حقيبته. أهم إيش الحقيبة إسراء؟ وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات إن الطائرة سوف تنطلق في سماء مدينة دبي في شهر تموز المقبل. يعني حكومة دبي حاليا كما نعرف تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030. المركبة مصممة للتحليق لمدة 30 دقيقة بحد أقصى، وتبلغ السرعة القصوى للمركبة 160 كيلومتر في الساعة، فيما تبلغ السرعة الثابتة آلياً للمركبة 100 كيلومتر في الساعة، ويقدر وزنها بنحو 250 كيلوغرام، كما يبلغ أقصى ارتفاع للطيران 3000 قدم. يعني وتتراوح مدة شحن البطارية بين ساعة وساعتين، وقد صممت هذه المركبة الجوية للعمل في مختلف حالات الطقس باستثناء العواصف الرعدية الشديدة، وزودت بأجهزة استشعار تمتاز بالدقة العالية واحتمال الخطأ المنخفض فيها. نعم. وننوه مشاهدين أن هذه الطائرة قادرة على مقاومة الاهتزاز والضغط ودرجات الحرارة القصوى، وتبقى دبي إسراء يعني رائدة، فعلا رائدة في هذا المجال وفي كل المجالات. نعم، والجميل أنها تدفع باتجاه التقنية لتدخل فيما يخدم بالفعل حياتنا يعني وبشكل حثيث جدا. نعم، فهذا شيء جميل. ومشاهدينا إذا يعني كنتم مللتم من مشاكل الورق مع الطابعة لا تقلقوا بعد الآن، حيث طور فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد الأمريكية نوعا جديدا من الورق الذي يمكن الطباعة عليه أكثر من 80 مرة بدون حبر. ما في مشكلة خلاص الحبر أخيرا. حيث تتم مشاهدين الطباعة باستخدام الضوء، ثم يتم مسح المادة المطبوعة باستخدام الحرارة لكي تتم إعادة استخدام الورق مرة أخرى. يعني ويمكن تبديل لون الطباعة بحيث تكون الطباعة باللون الأزرق وأرضية الورق باللون الأبيض، أو العكس حيث تكون الطباعة باللون الأبيض على أرضية زرقاء. تبلغ درجة دقة الطباعة في هذه التقنية إلى درجة وضوح قدرها 5 مايكرون، وهو ما يعني أنها تمتلك قدرات تستطيع منافسة الطابعات نافثة الحبر. يعني ابتكار جميل جدا، وأعتقد كل العاملين في المؤسسات رح ينبسطوا بشكل كتير كبير على هذا النوع من الابتكار، لأنه في المؤسسات بتعرفي صفاء يعني دائما الطباعة على قدم وساق شغالة، وكثير من المرات يعني بتواجههم مشكلة في تعطل أي شيء موجود في صحيح. أيضا معنيين بشؤون البيئة إسراء حينبسطوا، لأنه هاي الطابعة هي صديقة للبيئة بالتأكيد بتوفير الأوراق ويعني إعادة تدويرها بهذا الشيء الجميل. والآن مشاهدينا رح ننتقل وإياكم إلى النشرة الجوية، وبعد النشرة ما زلنا مستكملين وموضوع جدا مهم حول القصص ما قبل النوم للأطفال. We'll be right back.
كثيرا منا مشاهدينا ما زال يتذكر حتى الآن تلك القصص التي كانت تقرأ له قبل النوم وترتبط في ذهنه لربما للحظة بكل تجلياتها. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هل كانت هذه القصص مجرد ترف تربوي أم أن لها تأثير تربوي حقيقي يرافقنا طوال حياتنا؟ سنتحدث اليوم حول هذه القصص، يعني أو قصص الأطفال، يعني ما قبل النوم، مع الأخصائي التربوي والمستشار التربوي التعليمي الأستاذ عبد العليم حنون. ويسعد صباحك أستاذ عبد العليم. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا فيك، ويعني شرفتنا. حديث عن قصص الأطفال يثير لدى الكبار شجون أيضا وذكريات الطفولة. طيب، سؤال نطرحه عليك أستاذ عبد العليم، لماذا يطلب الأطفال قصص ما قبل النوم تحديدا؟ الحقيقة الطفل يتمنى يكون متواصل مع أمه فترة طويلة كتير، فغالبا عندما يطلب منه النوم هو يريد يتعلق في أمه أكثر فترة. نعم. فبحاول يبتزها لأنه ترافقه حتى إلى فراش النوم. يعني الغاية هي التواصل ومزيد من التواصل. جميل. أحيانا بيكون في دافع آخر وهو مهم جدا، موضوع الأمن. نبض الأم ورائحتها وحرارة بدنها وقربها من جنبه، تشعر هو بالأمان. لوحده بتشعره بالأمان. صحيح. والطفل وقت يغادر المجموعة ليروح لوحده إلى الفراش، يذهب لوحده إلى الفراش، ففيها شيء من الغربة والوحشة. فوقت اللي بيطلب من أمه أنه ترافقه، المطلب الأساسي له هو التواصل. جميل. ولكن من خلال التواصل الأم تستجيب له بسبب أنه هو ملح في هذا الطلب. وأحياناً ما بيروح. نعم. وهي بده ينام لأنه صار وقت النوم. وأحياناً النظام اللي بتوضع له إياه ما بيستجيب له، فبهالشكل هذا بيصير تفاوض، هو بده إياها وهي بده إياها تنام، فبيصير لقاء في حل وسط. جميل. بترافقه قصة وحتى تستجيب له بقى القصة. جميل. يعني لربما أستاذ بعض الأمهات يعتقدن أنه بس، يعني عفوا، يبدو أني أنا أشرب مي، بيعتقدوا أنه فقط الأمان هو المهم من عملية التواصل من خلال القصة مع الطفل، لكن دعنا نتحدث عن الرسائل التربوية، القيم الأخلاقية اللي يمكن زراعتها من خلال القصة. جميل جدا. عند وجود هالحاجتين، حاجة عند الطفل بالتواصل وحاجة عند الأم أنه ينام، بيصير التفاوض وبيصير الفن والذوق من الأم أنها عندما تستخدم ذكائها توصل له رسائل كثيرة. نعم. لهالطفل من خلال المفاوضة هاي ومن خلال التواصل. أحدها الأساسي هو تشعره في الأمان، والنقطة الثانية. نعم. بتعطيه بعض القيم. جميل. من خلال قصة بتكون بسيطة شوية، بتكون نتيجتها عبرة أو نتيجتها مفرحة أو نتيجتها قيمة من القيم أو عادة من العادات تريد تكسب له إياها. جميل. بطريقة غير مباشرة. والقصة هي يمكن أكثر الطرق اللي فعلا تجذب الطفل وتغرس في المعاني، وهنا ذكاء يعني أستاذ الأم والأب في غرس هذه القيم، في تغيير عادات وسلوكيات ربما موجودة عند هذا الطفل عن طريق قصة ما قبل النوم. طيب، يعني ربما يتساءل الأهل هنا، أي عمر ممكن فعلا الطفل يبدأ باكتساب مهارات من هذه القصة، تغيير عادات وسلوكيات عن طريق هذه القصة؟ هل هناك عمر معين للبدء بها؟ جميل جدا سؤالك، 3 في 1. هذا السؤال أول مرة بيثير لنا بأنه ما هي الرسائل اللي ممكن يقدمها. نعم. والأب ولا الأم إلى هذا الطفل. والشيء الثاني، ما هي القيم اللي ممكن أنه يضمنها. والشيء الثالث، شو احتياجات الطفل. فحتى نجاوب أنه الأعمار، فمن نشوف تسلسل الأحداث. نعم. الطفل في المرحلة المبكرة من 0 وإلى 2 3 في له احتياجات. صحيح. ومن 3 سنين إلى 5 سنين له احتياجات أخرى، ومن 6 إلى 9 له احتياجات أخرى، وله قضايا نفسية ومتطلبات نفسية. فإذا الأم ما عرفت هذه المتطلبات ما بتستجيب له، أو بالأحرى ما بتشوقه إلى القصة. فضروري جدا جدا الأمهات والآباء يعرفوا متطلبات واحتياجات هذا الطفل. جميل. احتياجات الأساسية للطفل هي الأمان مثل ما قلنا. نعم.
احتياج الثاني هي الحب. نعم. يكفي أن تشعروا بالحب، ليس الحب بالطريقة الجافة هيك بحبك. الطفل يريد أن يترجم، لأنه الطفل ذكي، يريد ممارسات عملية أيوة لهذا الحب. الطفل من على درجة من الذكاء، بحيث وقت اللي يجد من نبرة الصوت ومن ملامح الوجه من تقبل الإجابة ما يطمئنه إلى أنه هو مقبول. جميل. يعني مثلا لو أمه قالت له 3 مرات أني أنا بحبك بحبك، وشافته هي قاعدة قدامه هو مستلقي على الفراش، يلا نام يلا نام يا هالشكل هذا يلا نام، فما راح يفهم كلمة حب، بفهمها جلاد، أنه هالكلمة الحب بفهمها مثل الصوت. صحيح. لأنه رقة النبرة وعذوبة الكلمة وهدوءها مثل ما نسميه في اللغة العربية تمثيل المعنى. جميل. يعني وقت اللي بدها تعطيه كلمة حنان أو تغني له أغنية بدها تمثل الدور اللي هي بتقتضي الجملة، يكون السلوك مطابق للكلمة. أيوة بهالشكل. نعم. هاد الحنجرة والسلوك، الأداء، اليد والحركة والجسم. نعم. والكلمة. لذلك بيغفلوا بعض الأمهات أن ما بيوضعوا يدهم على رأس الطفل، أو ما بلمسوا له يده، أو ما بلمسوا له جسمه، أو ما بتحط إيده على صدره. نعم. فهي ما بفهمها تواصل. الملامسة جدا مهمة للطفل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكرنا بأنه مسح اليد على رأس اليتيم على كل شعرة من الشعرات اللي بلمسها حسنة. نعم. دليل التلامس. طيب أستاذ عبد العليم، فيما يخص القصة، يعني دعنا نعود لها، العناصر التي يجب أن تتوافر في هذه القصة حتى تحقق كل مقتضيات الحب وكل مقتضيات القيم التربوية التي يجب أن تزرع من خلالها. طيب جدا. حتى نستطيع نعرف العناصر، العناصر. نعم. لكل قصة معروفة هي أن يكون في موضوع، يكون في حدث، يكون في شخصية تدور حول الأحداث، يكون في حوار، يكون خاتمة، يكون في حبكة أو ما يسمى بالعقدة. ولكن هذه العناصر تختلف من مستوى تعليمي أو مستوى عمري ومستوى عقلي إلى مستوى ثاني. نعم. يعني مثلا الطفل في بداية نشأته بيحب الحيوانات والحيوانات الأليفة. لأي عمر تقريبا؟ لعند 4 سنين 5 سنين بيكون مرتبط بالحيوانات الأليفة. ممكن شخصية القصة تكون حيوان أليف. فشخصية القصة قد تكون حيوان أليف، وقد تكون هو نفسه مع حيوان، وقد تكون قصة طفل من الأطفال بجانبه كيف يتعامل مع الحيوان. يعني أجمل ما يكون الطفل في هالعمر وقت اللي بيشوف قطة أليفة. نعم. وبيداعبها أو بتداعبه أو بتركض وراء أو كذا من هذا النوع، في ارتباط معين بينه وبينها. نعم. لذلك تستطيع الأم بهالحالة هي تعطيه قيم أخرى. مثل إيش؟ هو عم بيحب الحيوان، فتربطه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرفق في كل الكائنات، في كل كبد رطبة حراء صدقة. تعلموا من خلال هذا كيف يرفق بأخته، كيف يرفق بأخوه، كيف يرفق بزميله، كيف يرفق بالحيوان. إذن هو يريد يشبع نهمه، يريد أن يتعرف، يريد حب المعرفة واكتشاف العالم. ولكن نحن صحيح مننا نستجيب لأنه مننا نحمله رسالة أخرى. لطيف. القيم عادة تزرع في نفس الطفل ليس بالأوامر وليس بالرسائل وليس بالكتب والنصوص. نعم. الكتب، القيم عندما تزرع بالسلوك وبمناسبتها. يعني هو رايد الحيوان، رايد يوضع الحيوان عنده في قفص، فالأم حتى تعلمه معنى الحرية شو لازم تقول له؟ تقول له أنت بتحب هالقط، بتحب مثلا هذا الطائر، بتحب هذا الشيء، ولكن هو إيش يريد؟ هو يريد أمه. نعم. هون علمته في الارتباط، هو يريد صديقه، علمته بالبيئة والانتماء. حلو. هو يريد أن يتحرر، علمته قيمة الحرية. لذلك لازم نعلمه كيف يأخذ حريته وكيف يعمل اللي بيريده. إذن من خلال سرد القصة التي يحتاجها هذا الطفل من حمل المعاني اللي نحن رايدينها. جميل. يعني مثلا هلأ البنت كتير بهمها أن تقلد أمها. بدها تلعب ضيوف مثل ما بيسموها لعب ضيوف. فالأم إذا استجابت لها وصلت رسالة، إذا تواصلت معها وصلت رسالة تانية. إذا علمتها
ما يسمى بالإتيكيت أو النظام، كيف تضيف الضيافة، من تبدأ على اليمين تبدأ بالكبير، تحترم الكبير، تكون متوازنة، تكون هادئة، تمثل دور إلى آخره، توجب الشخص، تبتسم له. هذه القيم الاجتماعية ما بتصير في الأوامر، بتصير بمناسبتها. يعني هلأ في كثير من الأفلام أو من الأشياء بسولها ما يسمى بالبروفة والتجريب، فالطفلة من خلال هالألعاب هي بتصير بمثابة إعداد للإدماج في المجتمع. جميل. طيب أستاذ، يعني نعود موضوع القصة، يعني فكرة اللعب هي توصل العديد من الرسائل، كذلك القصة. كيف تستطيع الأم أن تعلم الطفل مهارة القراءة ويعني يتجعله فعلا يمتلك هذه المهارة على كبر من خلال قصة ما قبل النوم؟ ما هل ممكن أن تكون محكية فقط عن طريق كتاب وصور؟ رح أفاجئك أو يتفاجأ بعض المشاهدين بأن الطفل يتعلم القراءة قبل ما يولد عن طريق الأم. الأم عندما تكون هي هاوية للقراءة، وعندما تمارس القراءة وتسمعه وهو في بطنه بعض الأصوات وبعض الألحان وبعض الكلمات، هو يأخذ المهارة. إذا ما كان ذكرها بالعقل الواعي وإنما ستكون في العقل اللاواعي. عندما ينشأ طفل في بيئة محبة للتعلم فيتعلم. أما السؤال بحرفيته كيف تعلم القراءة، الموضوع بالتدرج. في البداية تقص له القصة اللي هو يطلبها. طبعا من الجميل جدا أن الأم تسأله على إيش بتريد أحكي لك. في طفل من الأطفال مثلا في بداية حياته عمره 6 سنوات كان يصر على أنه يسمع سيرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة. الفن بقى في الأم أو في الأب اللي بده يعطيه هذه السيرة، ما يعطيها بتكرار حرفي، كل مرة يضمنها معنى، يستخدم كلمات. بالمناسبة من الأشياء اللي بتعلمها الطفل في هالمناسبة هي في الحكاية أو في القصة أو في الحوار أو الأقصوصة، إلى 3 مسميات في اختلافات بيناتهم. الأم في هالحالة هي لازم تستخدم معجم الطفل. أقصد في معجم الطفل يعني الكلمات التي يألفها ويفهمها وتضمنها بعض الكلمات الصغيرة حتى تشوقه للتعلم. هذا جواب للسؤال. هاي المرحلة الأولى. إذن نضع لديه حافز للتعلم. كيف؟ أنه في كلمات يحتاج يسأل عنها، فبصير بيسأل مثلا ما معنى كلمة مجرد، ما معنى كلمة عدل، ما معنى كلمة فوق، ما معنى كلمة تحت. فعندئذ توضح له. إذن هاي من مهارات اللي بتتعلمها الطفل من القصة. وهذا الفن من مين؟ من الأم. أكيد. تعطيه مترادفات من قاموسه وتضمنها كلمات. جميل. متى ما تعلم يسأل فبيكون بتشوق للمعرفة. المرحلة اللي بعدها تعرض له صورة وتقول له شو بتوحي لك هالصورة. معلومكم أن الصورة هي لغة عالمية. صحيح. عندما نكتب في اللغة العربية الإيمان ألف لام ألف إلى آخره، بيفهمها بيقرأها العربي. الإنجليزي ما بيقرأها، التركي ما بيقرأها، بينما الابتسامة تقرأ في لغة عالمية. نعم. المشهد عندما نعطيه صورة طفل صغير عم يحتضن قطة أو يعلمها أو دجاجة أو خروف أو شيء من هذا النوع، فيفهم القصة. ومن القصص أو من المطبوعات الجميلة عندما نكتب قصص بالصور ونطلب من الطفل أنه يحكي عنها، نحن بنحكي له جزء وهو يطلب منه، فيصبح هو القاص. علمناه القراءة، شوقنا إلها، علمناه المحادثة، علمناه حب مسك الدفتر أو الكتاب. نعم. أو صار خياله خصب أيضا. النقطة الأخيرة جميلة جدا أنت، تركنا له فرصة، هذا ما يسمى بالأسئلة المفتوحة. الأسئلة المفتوحة يعني تترك له مجال للإبداع والتخيل والتصور. طيب أستاذ عبد العليم، أخيرا يعني دعنا نتحدث عن الأخطاء التي يمكن أن ترتكب من قبل الأم، يعني وتنزع هذه الفائدة من قراءة القصة للطفل. شيء تدارك طيب جدا. يعني نحن نحب الطفل أنه يندمج في الحياة، نحب الطفل أنه يهدأ ويأمن وينام نوما هادئا، ونحب الطفل ينمي عنده حب المعرفة حتى يتشوق ويروح يقرأ قصة. نحب الطفل بأنه يتعلم العادات الاجتماعية والقيم. ولكن كثير من الأحيان بيصير العكس. من الأشياء التي تخرب
ليس فقط في هدف القصة والحوار والحكاية، نعم. وإنما أحيانا تخرب في تربية الطفل عندما تخيفه بالبعبع أو بالغول أو بالعفريت أو بالشرطي وبالعسكري اللي جاي بده يسرقه أو اللي بده ياخده. قبل النوم اللمسات الأخيرة والكلمات الأخيرة تنطبع في عقل الطفل، في ذهن الطفل وتبقى عالقة له وفي ذهني نعم. وفي داخله. فإذا استخدمت كلمات من هذا النوع سيكون قلق. نعم. شيء ثاني، إذا كان كلمته في أشياء لا يهتم فيها، يعني مثلا طفل صغير صارت تكلمه هو في بيئة زراعية، صارت تكلمه على مواضيع اختراعات وحاجات هو ما مهتم فيها. بنت صغيرة كلموها عن موضوع فلان تزوج، فلان اتطلقت، وفلان اتقاتلت مع فلان، شيء ما بيهمها. الأم بغاية أن بدأت تسقط عن نفسها وتسكت الطفل أنه تحكي له أي كلام عام حتى تخلص من التبعات تبعها، فبتلقي كلمات، إما كلمات قاسية، نعم. وأما أحداث قاسية، وأما بتذكره بذكريات أليمة. حتى ينام الطفل نوم هادئ الصوت لازم يكون رخيم، نعم. الكلمات عذبة، اللمسة والحنان مترافقين مع بعضهم البعض يفسروا ويترجموا الكلمات اللي بدها اياها، القصة يعني موضوع القصة وهدفها، وفي الآخر تكون لها خاتمة لطيفة جميلة. أما إذا كانت خاتمتها مزعجة، يعني مثلا كانت عم تحكي له عن ولد ضرب وكسر وكذا وانكسرت يده، إيه وخلص انتهينا، لا، تبقى القصة نعم. عالقة في ذهنه بأنه هذا الولد مسكين صارت يده مكسورة أو وقع من فوق، صحيح، وهذا الذي يبقى في ذهن الطفل، يبقى في ذهنه، لذلك نعم. تعدل وتكمل القصة، لذلك بيقولوا له حكاية. هلأ الفرق بين القصة والحكاية شو هي؟ الحكاية قد تكون من الروايات المأثورة الشعبية، قد تكون هي تخرف فيها بعض الخيالات ما هي نعم. حقيقية، نعم. بس لازم تشده إلى الواقع، لأنه بالمناسبة الطفل في سن 3 سنوات يختلط لديه الواقع بالخيال مع الخيال، بالتأكيد. فلازم نحن نسوي عملية فصل نعم. بين الفترة والأخرى نصحيه، وكمان يختلط جميل. عنده بين الملكية الفردية والملكية العامة، صحيح. إذن يعني أستاذ عبد العليم حنون، إشارات جدا جميلة في مجال القصة، ويعني إضاءات كانت للأهل مميزة فعلا، نشكرك عليها، يعطيك ألف عافية، شكرا لتواجدك معنا. شكرا، شكرا لك. ومشاهدينا ما زلنا في محيط الأطفال، وسننقلكم الآن لسينما الأطفال، وهي المبادرة التي نظمها فريق هذه حياتي في إسطنبول. نشاهد. للعرض اليوم صرنا نحن عاملين 8 مرات للسينما، صرنا تقريبا شي 2 سنين فريق هذه حياتي، والأطفال عم يتراوح عددهم بين 200 150 300. في مشروع ثقافي يستهدف الأطفال، أطلق فريق هذه حياتي التطوعي مشروع السينما حياتي، على أنها أول سينما عربية للأطفال في إسطنبول، وذلك لترفيه الأطفال وتوعيتهم بالمواد الهادفة ولربطهم باللغة العربية. هي الفكرة طلعت من هذا الموضوع، إنه نحن نشوف أفلام اللغة العربية الفصحى لحتى ما ننسي الأطفال، لحتى ما تنسى الأطفال هي موضوع اللغة تبعها. يعني هي بالبداية هي مهمة جدا يعني. هلأ في مجموعة أشخاص عنا بالفريق، هن بيشاهدوا الفيلم كذا مرة، بيشوفوا الفيلم شو قصته، هادف عن شو بيحكي، مهم تكون كمان لغته العربية، نحن بنهتم كمان انه تكون اللغة العربية فصحى فيه، ويكون هادف، اذا في اشياء سيئة بالفيلم لازم نقطعها، اذا مش المفروض انه تنعرض قدام الاطفال. الفعالية التي حضرها 250 طفلا اشتملت على فعاليات ثقافية وعلى توزيع هدايا ورسم على وجوه الاطفال، مما اشاع بينهم الفرح ولاقى استحسانا من ذويهم. حابة إنه الأفلام حلوة، وكمان إنه في هدايا حلوين وهيك. يومين يعني. ليش جيت؟ مشان نشوف الفيلم، لأنه
هذيك المرة كان فيلم كتير حلو. ماما دقت وحكت على التلفون وقالت لي قوم البيت مشان نروح السينما. أنا بنتي عمرها 6 سنين جاية تحضر سينما. عرفت على الفيسبوك على صفحة هذه حياتي إنه في فيلم ديزني للأطفال، جبتها. هي مو أول مرة بتجي، من كمان من فترة كان في فيلم وإجيت. مشاهدة طفل للتلفاز وارتياده لصالات السينما، هل هو أمر صحيح بالمطلق؟ هذا السؤال الذي طالما يوجهه الأهالي للاختصاصيين والتربويين بهدف اختيار أحد حلين، إما منعهم بالمطلق أو السماح لهم بمشاهدتها دون تمحيص. سينما هذه حياتي، أول سينما عربية للأطفال في اسطنبول، تأتي لتجيب عن هذا السؤال بشكل مختلف، آخذين بيد الأطفال للتواصل الصحيح والمبكر مع عالم التلفاز والسينما. لبرنامج صباح الإيمان، كفاح بني سلامة. يعطيك العافية كفاح، يعني على هذا التقرير الجميل. وفعلا نعم. موضوع الأفلام إسراء لابد أنه نحكي فيه باستفاضة مع طبيب ومختص نفسي، لأنه يحتاج. أصبح الأطفال مرتبطين نعم. جدا بموضوع السينما، موضوع التلفزيون، موضوع يعني أفلام الكرتون، فيحتاج صحيح. دراسة عميقة. يعني وعلى فكرة مشاهدة الأفلام هي مثل قراءة القصة، بالنهاية أنت تستقرأ تفهم، بيصير الخيال فيه خصب، أيضا تكتسب معارف جديدة، قيم جديدة، ومفردات جديدة. ولذلك عملية اختيار الفيلم للطفل مسألة جدا مهمة، وعملية أيضا يعني طريقة حضور هذا الفيلم إسراء. يعني حلو أنه يحضر، لكن حلو يكون في تقييم من الأهل، يكون في مشاركة وحديث مستمر في هذا الفيلم وتفاصيل الفيلم حتى تصل القيم الجميلة من الأفلام. ومحمد آيت سيدي على الهاشتاج اليوم عم بشاركنا، كنا أرسلنا هاشتاج أو نعم. طلبنا من مشاهدينا هاشتاج فيلم للأطفال. نعم، ومحمد يقول فيلم الثعلب والطفل The Fox and the Child يعني هو من الأفلام اللي بنصح فيه. ويا ريت يا محمد إذا كنت بتشاهدنا الآن يعني تحاول تخبرنا شوي شو القيم الموجودة بهذا صحيح. الفيلم. بلال أحمد المعاني يقول فيلم Inside Out، وهو يعني فكرة الفيلم تدور حول دماغ طفلة ممثل بشخصيات الغضب والحزن والسعادة وغيرها، والجميل في الفيلم أنه يوضح كيف أن الحزن لابد منه لنحصل على السعادة، فمعرفة الطفل كيف تدور يعني العملية العاطفية ومشاعره، فعلا هو من الأفلام جميل. الرائدة جدا. وأيضا علاء الدين الشنوفي شاركنا بموقع فانوسي، مشاهدة موقع فانوسي بداخل العديد من الأفلام التربوية. كذلك هبة الله تقول عن فيلم خيط الحياة، وهو إنتاج سوري عام 2007، يحاكي هذا الفيلم رغبة كل طفل في تخطي المراحل العمرية، الهرب إلى الأمام، رغبة الدائمة في أن يكون كبير، حيث يقوم بطل الحكاية علاء الدين بعد امتلاكه الخيط السحري بدفع سنوات عمره نحو الأمام بطرفة عين. يعني ذاكرة تفاصيل هذا الفيلم جميل، يعني جميل. حلو أيضا الأمهات والآباء إسراء يقرأوا كثير عن الفيلم صحيح. يشاهدوه قبل ما يشاهدوا أطفالهم حتى يعرفوا فعلا شو الرسائل اللي موجودة بداخله. نعم، ويفضل أحيانا أنه يكون بالضبط يعني زي ما ذكرتي مشاهدة تامة لهذا الفيلم، لتفاصيل هذا الفيلم صحيح. لحتى ما تمرق أي رسالة مبطنة موجودة في ثنايا الفيلم. نسيم الصبا يعني رجعتنا لأجمل المسلسلات التعليمية اللي صيغت للأطفال كان يا مكان الحياة. رائع جدا. نعم. يعني أنا عن جد بنصح كل أم إنها تشاهده مع أطفالها، بيوصل رسائل علمية، معلومات حتى إحنا نستفيد منه. حتى إحنا فعلا نستفيد، وهو نعم. فيلم يحاكي الأمور الموجودة داخل جسم الإنسان. كفاح تقول ولا فيلم، خليهم يناموا، أحسن حل للأهل إنهم يناموا. نعم. وأنوار تقول فيلم الأنيميشن بلال تنصح بحضوره للأطفال، يعني أنا ما زلت حتى الآن لم أشاهد الفيلم حتى نقول إذا كان ينصح بحضوره للأطفال أو لا. يعني مشاهدينا بنشكركم على فكرة على مشاركاتكم الرائعة جدا، مشاركات قيمة دائما بتوصلنا صحيح. في هذه يعني في هذه الحقول من قبل مشاهدينا. صحيح، وننوه يعني مشاهدينا إنه المقترحات اللي موجودة هون هي مجرد مقترحات، يجب نعم. إنه فعلا نبحث عنها، نقرأ عنها ونشاهدها قبل أن يشاهدوها أطفالنا
وجميل أن نبحث فعلا عن كل شيء يشاهده أطفالنا أو بيقرأوا بيسمعوا. صحيح. والآن مشاهدينا يعني من عالم الأطفال رح ننتقل وإياكم لعالم السوشيال ميديا وحديثنا عن أحد الثغرات اللي تم اكتشافها مؤخرا في السناب شات تحديدا، وهذا الحديث مع المهندس أحمد بطو وهو مختص في أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية ومعنا عبر الاتصال. ويسعد صباحك. يسعد صباحك وتحياتي لكم جميعا من المشاهدين الكرام. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك مهندس. خبرنا طبيعة الثغرة التي اكتشفتها في موقع التواصل الاجتماعي السناب شات ومدى تأثيرها السلبي فعليا. طبعا في البداية احنا خلينا نعرف كثغرة شو سبب الثغرة اللي هي اجت على الموقع التواصل الاجتماعي اللي هو سناب شات. الثغرة طبعا اجت لها لعدة اسباب. السبب الاول هو المنافس الجديد للانستغرام اللي كان في التحديثات الأخيرة اللي هو تابع لشركة الفيسبوك اللي هو عم بيسبب ضغط كبير ورهيب على شركة سناب شات. فعمليا سناب شات بدها تكمل استمرارية المنافسة تبعتها، ولهون بلش تنزل يعني تحديثات لنسخة بدون فحص أمني كامل. حاليا خلينا نتعمق للثغرة نفسها. الثغرة نفسها أي واحد ممكن يكون عنده حساب سناب شات يدخل على حساب سناب شات في الإعلانات، وأنه هو بده يعرض فقط الصور والفيديوهات والقصص فقط للأصدقاء اللي هو في الإعدادات فقط للأصدقاء أو مخصص لشخص معين. ولكن اليوم مع استغلال الثغرة اللي اكتشفتها إن كان محدد أو كان نعم. مهندس أحمد معنا؟ طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال. نعم. سنعاود الاتصال بك خلال الحلقة للحديث مشاهدينا عن ثغرة تم اكتشافها في موقع التواصل الاجتماعي السناب شات. سنتوقف الآن مع فاصل، وبعد الفاصل لدينا حديث في شؤون اللاجئين في أوروبا. ابقوا معنا. ومشاهدينا مع وجود الأزمات والحروب التي يحياها كثير من الناس يعني في العالم ووجود حالات إنسانية صعبة، بات هنالك اندفاع واتجاه للهجرة إلى أوروبا، نظرا لي يعني اعتقاد البعض وكثير من اللاجئين أنها يمكن أن تفتح الآفاق يعني، وأيضا نظرا لكون لوجود بعض الاتفاقيات التي بنظر اللاجئين يمكن أن تدعمهم وتدعم لجوءهم. صحيح إسراء. وسنتحدث اليوم عن إحدى هذه الاتفاقيات مع الأستاذ رياض قرفاقي ناشط في حقوق اللاجئين في أوروبا وعضو في الاتحاد السويدي السوري وعضو مؤسس في مجموعة يوروب نت ويوريك مؤخرا. يعني يسعد صباحك بداية. صباح الخير يا صديقي. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية نتحدث عن هذه الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا اللي حكيت لي ب 2023 إن شاء الله حيصير لها سنة. سنة. هذه الاتفاقية التركية الأوروبية احتج عليها الكثير من منظمات الحقوق الإنسان وأيضا منظمات الناشطة في مجال اللاجئين بسبب يمكن تفرقتها العديد من اللاجئين والأمور اللي بتأثر فعليا عليهم. حدثنا أكثر كيف تؤثر هذه الاتفاقية. بداية الاتفاقية قائمة على مبدأ إعادة أي لاجئ يصل إلى الجزر اليونانية من تركيا إلى تركيا واستبداله بلاجئ مقيم في الأراضي التركية بشكل شرعي. هذه الآلية تتعارض مع اتفاقية اللاجئين حقوق اللاجئين. المشكلة هون تكمن في أنه الاتحاد الأوروبي أعطى لنفسه الحق في إعادة لاجئ وصل إلى أراضيه، وهذا منافي للأعراف الدولية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ظهر تيار يميز المهاجرين بين شرعي وغير شرعي، فهي قضية ثانية مهمة جدا، وكأنك أنت عم تميزي الإنسان بطريقة عرقية أو بطريقة كفاءات أو بطريقة إمكانيات. المهاجر مهاجر، المهاجر هو مهاجر حرب، هو مهاجر صراع، هارب من الدم، هارب من مشاكل، فهو لا يمكن أن يكون شرعي وغير شرعي، هو مهاجر. فهنا تكمن القضية. منظمات حقوق الإنسان عارضت هذه الاتفاقية لأنه في هذه الحالة أنت عم تلغي فرصة للمهاجر في الحق الشرعي اللي له أنه هو يهرب من الموت. هو حيهرب، حيروح. وين حيروح؟ فلا يمكن أنه هو يصل يقطع آلاف الكيلومترات يصل إلى أرض أوروبية بعدين أنت
بتبتلي له حنطلعك بالطيارة ببساطة. نعم. تركيا في هذه البساطة. نعم. طب أستاذ رياض، يعني خبرنا أمثلة أكثر تفصيلا عن بعض الدول اللي استطاعت أنها تلتف يعني حول هذه الاتفاقية بإصدار بعض القرارات الخاصة بشؤونها الداخلية فيما يخص طبعا موضوع اللاجئين. معظم الدول الأوروبية الكبرى التفت على قرار الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا واستغلتها، يعني نعم. خلينا نحكي هنا عنها بشكل أنه هي استغلت هذه الاتفاقية ومررت سياسات لم تكن في الحسبان. يعني في دول كانت تعطي إقامات لمدة 5 سنين للاجئ، بعد الاتفاقية صارت تعطي إقامات مدتها سنة، بنسميها نحن نعم. إقامة فرعية، وبعضها صار يعطي إقامات مدتها 3 سنين، فهي حماية مؤقتة ولكن لا يتمتع حاملها في كل الإمكانيات المناسبة للحياة لظروف المعيشة، الحد الأدنى من المعيشة. ففي عنا مثل السويد اللي هي تابعت مارست هذه السياسة، في دول مثل النرويج عطت كمان إقامة لسنة واحدة، ألمانيا عم تعطي إقامة لسنة واحدة، النمسا إقامة لسنة واحدة، بروكسل، دول كبرى. المشكلة الثانية أنه كمان أخذوا إجراءات بوقف لم الشمل. هذه الخطوة خطيرة جدا لأنه هي عملت نوع من تفرقة عائلات المهاجرين، يعني فصلت العائلات عن بعض. بالضبط، صار في نوع من التفرقة للعائلات، في أطفال بدون أهليهم، يعني أنا بعرف كتير حالات لأطفال دون من سنوات والتسع سنوات موجودين في أوروبا وأهليهم موجودين يعني في تركيا. هذا البند إلى ماذا يهدف؟ يهدف إلى، أنا أتصور أنه الاتحاد الأوروبي حاليا عنده تيار، يظهر فيه تيار رافض لوجود اللاجئين لأسباب أمنية وأسباب حضارية لعدم القدرة على التعامل مع اللاجئ القادم بهذه الأعداد، الكم الهائل من الأعداد اللي وصل لأوروبا، خاصة سنة 2016 وصل ل 850 ألف شخص، أعداد كبيرة جدا. نعم. طيب كبير. أستاذ رياض، يعني هذه تبقى سياسات دول واتفاقيات نعم. بين حكومات ومؤسسات رسمية في هذه الدول، ماذا عن الشارع يعني وأيضا الأوروبيين الموجودين في شوارع أوروبا، الأشخاص الاعتياديين، كيف هي وجهة نظرهم للاجئ؟ في البداية الشارع الأوروبي كان مرحب بشكل قوي جدا في اللاجئين، ومن تجربتي الشخصية كان في تعاطف معهم، في تعاطف قوي. أنا أذكر تماما لما فتحت الحدود، لما أوروبا فتحت الحدود بتذكر تماما أنه في باصات كانت تهيأ لنقل اللاجئين، استقبال اللاجئين بين النقط الحدودية، نحن بنسميها البوردرز. وكانت الناس تتواجد، عامة الشعب يتواجد، يقدم ما يعني ألبسة، أكل، طعام، اللي بيقدر يقدمه. نعم. طب شو سبب تغير نظرة الشارع الأوروبي مع الوقت؟ سبب التغير هو سياسة الاندماج المتبعة في خطط العمل وخطط الاندماج اللي تبعها الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين والقادمين الجدد، لا تتناسب مع إمكانياتهم ولا تتناسب مع آفاقهم ولا تتناسب مع القدرات. نعم. هي كانت أوروبا معتمدة على سياسة بسموها خطة خمسية في وضع خطط الاندماج. نعم. هذه الخطط الخمسية دخلوا اللاجئين الجدد عليها وهي مو مهيئة لهم، هي مهيئة للقادمين اللي قبلهم. نعم. القادمين اللي قبلهم كانوا قادمين مثلا من دول أقل ثقافة، أقل علم، أقل مستوى أكاديمي، وانطبق عليهم هذه الخطط فلم تتناسب، هناك تضارب، هناك تفاوت. هذا الأمر عمل فروقات وعطى انعكاساته على الشارع. فصار في ردة فعل عند الأوروبيين إلى حد ما، هذا مو عام يعني أكيد. هذا مجرد. خبرنا عن تفاصيل أكثر، يعني انقسام الشارع الأوروبي تجاه هذا الموضوع. حأعطيك من التجربة الشخصية اللي موجودة. نحن موجودين في أسسنا جروب في البرلمان تابع للبرلمان الأوروبي. نعم. هذا الجروب مكون من 45 شخص، نحن 3 فقط من خارج الجنسية الأوروبية وال 42 الباقين هم أوروبيين. اليوم نحن عم نحكي عن الناس حتنزل على الشارع في 20/3 في ذكرى الاتفاقية. نعم. في بروكسل لأكثر من 15 ألف شخص، هدول أوروبيين
أتصور ما في جنسيات تانية موجودة. جميل، إذن لا زال التعاطف موجود، ولكن هناك تيار ينمو في اليمين المتطرف يحصل على مكاسب، يحصل على مكاسب عند السياسيين الأوروبيين. هناك نداءات من السياسيين الأوروبيين للمنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين أنه اعملوا على الأرض، انزلوا على الأرض لنقدر ندافع، لنقدر نحكي، لنقدر نرجع نعلي صوتنا، لنرجع نقول نحن موجودين. في تجربة صارت في السويد من 2015 حبيت أحكي عنها باختصار. الحكومة السويدية كانت مع اللاجئين بشكل كامل، يعني البرلمان كان بالكامل يصوت لحقوق اللاجئين. صارت الانتخابات بال 2015 بالسويد. نعم. اللاجئين القدامى الذي يحق لهم الانتخاب لم ينتخبوا، وبالتالي كان هناك في ثغرة، ونمى اليمين المتطرف وأخذ مكاسب في الحكومة، ونمى من 5% ل 13% وكاد أن يسقط الحكومة في السويد، ونمى تأثيره يعني. ونمى تأثيره في أوروبا إلى الآن، مؤثر أكيد. وهو يمتد، يعني هو مثل يعني يتجذر ويمتد له. نعم. له بيئة حاضنة. طيب أيضا نتحدث عن جانب الإعلامي، هذا بالنسبة للشارع والشعب في أوروبا، ماذا عن الجانب الإعلامي؟ كيف يصور هؤلاء اللاجئين؟ الجانب الإعلامي حاليا اليوم هو عم يتناول السلبيات، يعني عم يسلط الضوء على الأمور اللي هي السلبيات تطفو دائما. نعم. أما الأشياء المتميزة فقليل من يسلط عليها الضوء، وهي هي المشكلة اللي عم نعاني منها اليوم نحن في الإعلام الأوروبي، إنه اتجه مع المصلحة العامة أو مع ما يسمى تيار. طب هل تشعر إنه هناك جانب على اللاجئ نفسه لم يثبت نفسه، لم يثبت الجانب الجميل الموجود عند اللاجئين السوريين؟ لا، ما أتصور إلى درجة كتير كبيرة هو يتحمل المسؤولية. هناك سياسة للاندماج مفروضة عليه. اللي تميز من اللاجئين السوريين تحديدا هو اللي خرج هذه المنظومة، اللي هو اللي طلع من منظومة خطة الاندماج الموضوعة. خطة الاندماج الموضوعة وضعت لكي يعمل اللاجئ في وظائف منخفضة، مثل أنه هو يعمل في التنظيف أو في الخدمات أو أنه هو رعاية المسنين، هي جدا موجودة. كل اللاجئين تقريبا اشتغلوا فيها رعاية المسنين. ما في أمامهم خيار تاني، في خيار تاني. لم الشمل عما يتطلب من اللاجئ أنه هو يكون عنده عقد عمل وعقد سكن لحتى يقدر يجيب زوجته أو أولاده. ومن وين بده يجيب عقد العمل؟ لازم يشتغل الدكتور، لازم يشتغل في محل بيتزا. الطبيب، المهندس، لازم يشتغل في محل خدمات. انخفض السياسات بالنهاية. نعم. يعني أستاذ رياض قرفاقي المختص في شؤون اللاجئين، شكرا جزيلا لك. شكرا. احنا بالنهاية بنركز انه قضية اللاجئين ما زال فيها ظلم كبير وتحتاج الى تحرك من قبل جميع المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني. صحيح. شكرا جزيلا لك. ذلك. شكرا لتواجدك معنا. مشاهدين، على الرغم من أجواء الحرب المأساوية في سوريا، إلا أن قدرة الإنسان على انتزاع لحظات الفرح انتزاعا لديه قدرة فعلا جبارة في ذلك. في استطلاع أجريناه في الداخل السوري سألنا كيف ترفه عن نفسك في أجواء الحرب، نشاهد. الرفاهية بالغوطة الشرقية ما حدا بيقدر يوصف لك إياها إلا اللي عايش بالغوطة. في دروس، في مظاهرات، المظاهرات أسبوعية نحضرها دائما. نحن لذة هون بالرفاهية أنك تواسي بعضنا. ترفيه بمعنى الترفيه ما في. تلفزيون عم يجينا بالأمبيرات عم نسمع خلال ساعتين. بالصلاة، بالقراءة القرآن، بالأكل. بس الرفاهية اللي عندهم مني أنا يعني غير شكل. بنروح على الملعب، بنروح مثلا وقت الصيف نروح على المسابح. أول شيء بدي روح عشي بالحطبات وجيبهم وفقشهم منشان نطبخ الطبخة. دراستي هي رفاهيتي يعني الأولى والأخيرة يعني. نلعب طابة، نمزح، نسهر، نضحك. مضي وقتي أنا بجمعة العيلة. هلا أنا بالنسبة لي كوني رياضي بتابع مباريات. يا بنطلع مع العيلة مشوار. بسهر أنا ورفقاتي. يعني بنطلع مشاوير هيك. بنقضي وقتنا بالقراءة بالكذا. والله بقعد أنا ورفقاتي، بسهر أنا ورفقاتي. والله الحمد لله هيك، والله بالبيت سهر مع العيلة ومع الأصدقاء بالنادي وبلعب الطابة ومباراة. بنرفه عن حالي بالإنترنت ومع رفقاتي وسهر وهيك. في يعني عندي خلايا نحل، بطلع بتسلى بالتربية، بشوف شو بدهن وبس هيك والله.
مشاهدينا، تم الكشف مؤخرا عن ثغرة أمنية خطيرة جدا موجودة في موقع التواصل الاجتماعي سناب شات. للحديث عن مكتشف هذه الثغرة يعني سنتحدث حولها مع المهندس أحمد بطو، وهو المختص في أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، وهو مكتشف هذه الثغرة. ويسعد صباحك أستاذ أحمد. يسعد صباحكم جميعا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يعني حدثنا عن طبيعة هذه الثغرة التي اكتشفتها في موقع التواصل الاجتماعي الشهير اللي أصبح الآن يعني يفوق ربما مواقع التواصل الأخرى، ومدى تأثير هذه الثغرة؟ في البداية خلينا احنا نحدد أول نقطتين، شو سبب هذه الثغرة. سبب هذه الثغرة اللي هو المنافس إلها انستغرام، اللي طبعا متابعة لشركة فيسبوك اللي هي قامت في تحديثات أخيرة، اللي هي تقريبا صار شبح كبير من في تطبيق الانستغرام مع تطبيق سناب شات. طبعا سناب شات هي عم تحارب وبتكمل المنافسة، فعم تعمل تحديثات عديدة في الفترة الأخيرة لكن مش فحص أمني كافي. خلينا نتعمق بالثغرة. الثغرة هي موجودة في كل حساب عنده سناب شات. الثغرة كالتالي: ممكن أنت عندك حساب سناب شات وحاط عندك في الإعدادات الصور والفيديوهات والقصص والذكريات تبعتك اللي بشكل يومي، ما بدك حدا يشوفها، فقط الأصدقاء أو لحدا مخصص في القائمة. ولكن عندما استغلال هاي الثغرة أنا بقدر أشوف بشكل عام، يعني ممكن أي شخص ثاني بيكتشف الثغرة فممكن يشوف بشكل عام، ينشر مقاطع وصور وتسريبات، وهي هي بتهدد خصوصية من الدرجة الأولى. نعم. طب مهندس أحمد، يعني هل ثبت بالفعل حالات تهكير خطيرة يعني لموقع السناب شات بسبب هاي الثغرة، يعني وصول للداتا الموجودة من صور وفيديوهات للشخص؟ لا، هي حاليا ما فيها يعني صار تسريبات انه انا اكتشفت الثغرة لحد الآن. نعم. ما في شركات او خبراء امنيين اكتشفوا هاي الثغرة. وبحب اذكر انه بسنة 2014 تم اختراق السناب شات وتم تسريب 460 مليون مستخدم، ولكن اذا في حدا بيكتشف الثغره فراح يصير مشكله كثير كبيره لانه راح الكل يفوت عن بعض. نعم. طيب مهندس احمد، هل اوصلت رساله لسناب شات؟ وفي حال اوصلتها كيف تعاملوا مع الامر؟ طبعا احنا تواصلت مع سناب شات اكثر من 3 مرات ولحد الان ما في تجاوب، واخر تجاوب كان في حجب الاي دي الخاص فيه وما بدهم يتناقشوا بهذا الموضوع. طبعا بشكل عنصري هذا الشيء لكوني فلسطيني، وايضا عقول عربيه بهي الذكاء انه يقول لك احنا اكتشفنا ثغره واحنا وهن يعني عم بضخوا اموال كثير كبيره لباحثين امنيين حتى يفكروا هاي الثغرات. اذا هناك نظره عنصريه كذلك في الموضوع. اكيد، بكل تاكيد. نعم. وبحب اضيف يعني هاي الثغره هي تساوي ما فوق $40,000، وطبعا اللي بتهربوا من الدفع ايضا. طبعا كان في السابق ايضا تجاهل لامنيين غيري اكتشف ثغرات وشركات امنيه كبيره ايضا تجاهلوا هذا الشيء للاسف. نعم. يعني مهندس احمد بطو المختص في امن المعلومات والجرائم الالكترونيه، شكرا جزيلا لك على اهتمامك وعلى حرصك وعلى اطلاعنا يعني في برنامج صباح الايمان على حيثيات هذه الثغره، وشكرا لك. ومشاهدينا، في ختام صباح الإيمان يعني نتمنى أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم. أكيد بإمكانكم رؤية ومشاهدة الحلقات والفقرات في صباح الإيمان عبر اليوتيوب قناة دار الإيمان. أكيد مشاهدينا بنتمنى بالفعل تكونوا استمتعتوا. يعني نترككم بخير وفي أمان الله. إلى اللقاء.